الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بمناسبة احتفالات مصر بذكرى يوم الشهيدة، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي. جاء ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. وجاءت خطبة الجمعة بعنوان يوم الشهيد يوم بر ووفاء، وأكدت على حرص الأديان السماوية على تعظيم فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها 4 جرافات اقتحمت المدينة من محورها الغربي وأحدثت دمارا واسعا، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاه المدينة وتحديدا شارع نابلس المحاذي لمخيمي طول كرم ونور شمس. وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية بشكل عشوائي عند دوار اليونس في المنطقة الشمالية من المدينة ولاحقوا الطواقم الصحفية في المنطقة. كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف قرب دوار الشهيد سيف أبو لبدة بمخيم نور شمس. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن الميناء العائم المؤقت الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه قبالة غزة لإيصال مساعدات ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوما وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من 1000 جندي. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن الجيش الأمريكي سينشئ رصيفا بحريا عائما قبالة سواحل غزة لتمكين سفن الشحن الضخمة من الرسو فيه وتفريغ بضائعها في قوارب أصغر تنقل هذه المساعدات إلى جسر بحري يتم ربطه بشاطئ غزة، مشيرا إلى أن هذا الميناء يمكن أن يوفر أكثر من 1000000 وجبة يوميا لمواطني غزة. أعلنت كندا عزمها استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وقال وزير المساعدات الدولية الكندي أحمد حسين إن أوتاوا لم تحدد بعد الإطار الزمني لاستئناف التمويل. كانت كندا أعلنت وقف التمويل في 26 يناير الماضي بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالاشتراك في أحداث 7 أكتوبر. أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق سيطرة القوات الحوثي في اليمن. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على سفينة ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة. دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد، وأيدت 14 دولة نصا اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار. ورياضيا،
توج الأهلي بلقب بطولة كأس مصر لكرة القدم للمرة 39 في تاريخه بعد فوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد في مباراة القمة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض. أحرز هدفي الأهلي إمام عاشور في الدقيقة 84 ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة 94، وحصد الأهلي لقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي وعزز رقمه القياسي كأكثر أندية مصر حظا للبطولة برصيد 39 لقبا، فيما توقف رصيد الزمالك عند 28 لقبا فقط. ختام موجز الثامنة وفاصل، ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.